بسم الله الرحمن الرحيم. محاضرة النهاردة هنتكلم على الايروسبيس اكشويتورز. بص تاني كده على الايروسبيس سيستمز بلوك دايجرام. احنا عندنا الطيارة او الصاروخ اللي هو المفروض البلانت. اتكلمنا محاضرة اللي فاتت عن السنسورز، ده اللي بيعمل الفيدباك. وبعد كده جزء الكنترولر، الجزء الثالث ده اللي هو الكنترولر الأساسي، ده بيتكون من جزئين. في جزء الكمبيوتر اللي بيتم فيه الحسابات وبيطلع بعد كده في الآخر سيجنال، السيجنال دي بتبقى ضعيفة، فاللي بيقوي السيجنال ده وبيوصلها بالقيمة الحقيقية اللي بيحتاجها عشان أقدر أشغل البلانت هو الأكشويتور. فببساطة الأكشويتور ده كأنه المصل داخل الدايرة بتاعة التحكم في أي ايروسبيس سيستم. لو حبينا نكتب تعريف للأكشويتور، هنلاقي الأكشويتور هو machine or a part of a machine which moves or controls another part in response for an input. بيجي input، بستخدم ال input ده عشان أحرك أو أتحكم في حاجة تانية. وزي ما قلنا في السلايد اللي قبل ديت، هو نوع من الامبليفيكيشن. انا باخد السيجنال بتاعت الكنترولر البسيطه اللي بتبقى جايه من الكمبيوتر واعمل لها نوع من التكبير. في 5 انواع مشهوره للاكشويتر بتستخدم في الايروسبيس فيكلز: ميكانيكال او نيوماتيك او هيدروليك الكتريك او ماجنتيك. ماجنتيك اكثر استخدام ليها بيبقى في السبيس فيكلز. أول نوع اللي هو الميكانيكال أكشويتورز، ده اللي بيستخدم ميكانيكال بارتس زي الليفر. عندي رافعة زي ما شايفين في الصورة هنا، الرافعة أنا أقدر عن طريق الآر أعمل أمبليفيكيشن للقوة، أو عن طريق الجيرز أقدر أزود السرعة أو أزود التورك. الميكانيكال أحيانا بيسموها المانيوال أكشويتورز are powered by hand mostly. أو mechanical actuators are inexpensive and easy to operate. ده مثال للتحكم في الطيارة، الكنترول ستيك. زي ما شايفين الستيك هي عبارة عن ليفر، في دراع اهو، الطول ده أكبر من ده، فأنا بعمل نوع من الأمبليفيكيشن هنا، وبعد كده بنقل الحركة عن طريق بوليز. وكده انا بقى عملت امبليفيكيشن للقوه اللي طالعه من التيار، بحيث اقدر احرك اي سطح زي الاليفيتور مثلا. الهيدروليك اكشويتورز بتحول الفلويد بريشر لموشن، بتستخدم بكثره في الطيارات. لا، ان مميزاتها الهاي باور تو ويت ريشيو، لارج فورس ات لو سبيد، tolerance في الـ hazardous environment. المشكلة الأساسية فيها الـ leakage problem، ودي حاجة أساسية ما بنقدرش نتخلص منها. السيستم هو نفس السيستم اللي شفناه قبل كده بتاع الكنترول بتاع الستيك، زي ما احنا شايفين ده في الطيارات الكبيرة بيبقى عندي فيه هنا ميكانيكال امبليفيكيشن عن طريق الارم او الستيك ديت، وبعد كده بعمل امبليفيكيشن عن طريق الهيدروليك كده. عشان لما تكون طيارة كبيرة والإليفيتور فيها مساحته كبيرة قوي، فالفورس اللي أنا محتاجها بتبقى عالية والبايلوت ما يقدرش يديني الفورس دي. النيوماتيك أكشويتور شبه الهيدروليك أكشويتورز، بس بتستخدم الإير بدل ما بتستخدم الزيت. النيوماتيك أفضل من الهيدروليك، إنها بتوفر رابيد موفمنت للسلندرز، وأقدر أجيبها في أحجام صغيرة. السبب طبعا إنها بتستخدم اير بدل الزيت، فالهواء أقدر أحركه أسرع من الأويل لأنه more viscous. بس الهيدروليك يقدر يديني باور أعلى، لأن البريشر اللي بيستخدم فيه بيوصل ل 5000 بي اس اي، بينما النيوماتيك من 100 ل 120 بي اس اي. طبعا كل ما زاد البريشر معناه إن أقدر أحصل على باور أعلى.
الالكتريك اكشويترز بتستخدم الالكتريك موتورز عشان تبروفايد تورك. الالكتريك موتورز بتروتيت بهاي سبيد، فبنستخدم معاها ميكانيكال سيستم زي جيرز عشان نقلل السبيد ونزود التورك. اشهر نوع في الالكتريك اكشويترز اللي هو السيرفو موتور، ده اللي بيستخدم بريسايز كنترول في الانجلر واللينير بوزيشن او الفيلوسيتي او الاكسلريشن. فده بيبقى فيه فيدباك بيسنس البوزيشن او بيسنس الفيلوسيتي، واستخدم الفيدباك ده عشان اتحكم بدقة في الموتور. النوع الثاني اللي هو ستيبر موتورز، بيبقى براشلس دي سي موتورز، بيديفايد الفول روتيشن لنمبر من ايكوال ستيبس. فبالطريقة دي اقدر اتحكم في البوزيشن بتاع الموتور واقدر اوقف الموتور عند انجل معينة. الميزة بتاعت النوع دوت ان هو ما بيحتاجش فيدباك، فهو اوبن لوب كنترول. بما اننا بنتكلم على الايروسبيس فيكلز، فالوزن عندنا مهم جدا، فمهم جدا نبص على اي اكشويتر نبص على وزنه والباور تو ويت ريشيو. هنلاقي ان بالنسبة للالكتريك سيستم بتبقى افريج ما بين النيوماتيك والهيدروليك، بس الستيبر موتورز بتبقى اتقل من السيرفو موتورز. النيوماتيك هي اللوست في الباور تو ويت ريشيو، والهيدروليك سيستم هي الهايست في الباور تو ويت ريشيو، بس بتحتاج بامب وريزرفوار وفلتر وفالفز وحاجات كتيرة جنبها بتزود موضوع الوزن ده غير الليكج. فحاليا الجميع بيتجه لاستخدام الالكتريك اكشويتورز. ده مثال على البرايمري فلايت اكشويتورز، هما بنسميهم الكريتيكال اكشويتورز، اللي بيستخدموا اساسا في الدورانات الاساسيه اللي هي البيتش والرول واليو. فعندنا مثلا الاكشويتور اللي بيحرك الرادار الخلفي، ده الرادار هو المسؤول عن اليوينج موشن. واحنا كنا اتكلمنا على ان الطياره فيها سطحين، الرول بنستخدم له الايلرونز واليو بنستخدم له الاليفيتور. ساعات في الطيارات الفايترز بيبقى الاتنين مع بعض على سطح واحد بيسميهم الالو، وساعات في الطيارات برضو بيبقى فيها سطح قداماني هنا بيتحرك بنسميه الكنارد. في سيستم less critical زي الاكشويتر اللي بنستخدمه في النوز ويل ستيرنج، في الليدنج ايدج ساعات بنغير الليدنج ايدج، اير بريكس. اير بريكس دي اسطح على الوينج بتطلع عشان يخبط فيها الهواء فتعمل نوع من الفرمله. واكشويتر الثانيه اللي بتستخدم في اللاندنج جير، في فتح البيبان، في الفويل بامبس اتسترا. الصوره دي بتوضح بعض الاكشويترز اللي معظمها دلوقتي بدأ يتجه للكهرباء، زي الستيك، الاوتو سروتل اللي بيتحكم في السروتل بتاع الانجن، الهاي ليفت سيستم ده السطح جنيحات بتبقى على الوينج هنا بتتفرد فبتزود الليفت بتاع الوينج، الفلايت كنترول اكشويترز اللي بتحرك الجنيحات ديت، اكشويشن سيستم اللي بيستخدم في الكابين بريشر كنترول، الهوريزونتال ستابلايزر، الباب بتاع الكارجو، اللاندنج جير، الباسنجر دور، وغيرها كتير. في اكشويترز كتيره جدا موجوده في الطياره ومعظمها دلوقتي بقى كهرباء. هندي مثالين لانظمه اكشويترز مستقبليه تستخدم في الطيارات زي المورفينج وينج. المورفينج وينج هو وينج عادي بس ما فيهوش اسطح، ما فيش اسطح هنا بتتحرك. انا بقدر اغير شكل السطح كله عن طريق المورفينج، فانا اغير الجيومتري فاغير السطح فاغير الايروداينامكس اللي بتطلع من الوينج. النوع الثاني فلويديك اكشويترز، بيبقى عندي سلوتس زي ما موجود هنا سلوتس. السلوتس دي بتنفخ تو بلو اير، فانا بتحكم في الاير اللي بيمشي على الوينج
فبالظبط كأني لو كان عندي سطح هنا والسطح ده انا برفعه وانزله، اقدر اتحكم في حتة، فاقدر اعمل اليفيتور استخدمه ايلرون. النوع اللي بعد كده هو الماجنتيك اكشويتورز. الماجنتيك اكشويتورز دي بتستخدم اكتر في الفضاء، بتسموها الماجنيتو توركرز او الماجنتيك توركرز او التورك رودز، معظمها بتبقى على شكل رودز، وتستخدم في السمول ساتلايت عشان توفر اتيتيود كنترول، وبتستخدم لو كان المدار بتاع الاوربت قريب من الارض بحيث يبقى فيه تأثير للماجنتيك فيلد بتاع الارض. الفكرة العمل بتاعها ببساطة ان هي بتعمل ماجنتيك فيلد حوالين الساتلايت، الماجنتيك فيلد ده بينتر اكت مع الايرث ماجنتيك فيلد، فبيبتدي يحرك الساتلايت عشان يحصل توازي بين المجالين المغناطيسي، فبتعمل كنترول للساتلايت. الماجنيتو توركرز بتستخدم بكثرة لو انا محتاج 3 اكسس كنترول وعندي لو باور او ما عنديش مكان فيزيكال فوليوم افيلابل على السبيس كرافت، خصوصا في الاقمار الصناعية الصغيرة زي الكيوب سيتس. بتقدر نحطها بسهولة جدا على السطح زي الرسمة اللي احنا شايفينها ديت. انا عندي 3 ماجنيتو توركر، ادي 1 2 وفي واحد التالت ده اللي هو الاكسس بتاعه اللي هو الزد اكسس ده. كده بالتلاتة ماجنيتو توركرز دول اقدر اتحكم 3D في القمر الصناعي. النوع الاخير اللي هنتكلم عليه النهاردة هو الرياكشن والمومنتوم ويفز. دي بتستخدم برضو في الأقمار الصناعية، وهي فكرتها مبنية على الجيروسكوبيك موشن. نتكلم عن الرياكشن ويل الأول، هي سبينينج ويل مرتبطة بموتور. لما بتتحرك بسرعة عالية قوي أقدر أتحكم في السبيد بتاعتها، أزودها وأقللها، وبذلك بتحكم في التورك اللي ناتج اللي هو جيروسكوبيك أكشن اللي بينتج عنه. النوع التاني المومنتوم ويل، دول بيبقى سبيننج ويل وذا كونستانت، يبقى انا مثبت الدوران بتاع الويل بحيث بتعمل نوع من الاستابيلايزيشن، انها بتحاول تحافظ على الدايركشن بتاعها، فتقدر تستابيلايز السيستم في الدايركشن اللي هو باصص فيه الساتلايت. الرياكشن والمومنتوم ويلز بتستخدم بكثرة دلوقتي في الأقمار الصناعية لأنها بتدي دقة عالية جدا في عملية الكنترول. دي أمثلة ل reaction wheels T1 direction. هنا في 4 reaction wheel في الرسمة ديت بحيث يبقى عندي واحدة redundant. وبكده نبقى احنا خلصنا الانترودكشن بتاعنا للايروسبيس اكشويترز. Thank you.